يا مساء الفل والهنا. حد لاحظ بعد ما بيخلص عرض الفيلم السينمائي في السينما بيحصل ايه؟ في العادة في شوية ناس كده بتقوم طالعة تجري برة. أنا معرفش سبب للطلوع الجريان برة ده غير سبب واحد، إنهم يكونوا مزنوقين يعني وعايزين يروحوا في حتة، لكن بيخرجوا كده ويجروا برة ليه مرة واحدة أنا مش عارفة. لكن أنا بلاحظ قوي الناس اللي بتفضل في القاعة عشان تبص على الرول الأخراني. ايه الرول الاخراني ده؟ اللي هو الليستة اللي بتنزل على الفيلم فيها كل العاملين اللي اشتغلوا في الفيلم. زمان كانت بتحط في اول الفيلم، دلوقتي بتتحط في اخر الفيلم. ففي ناس حريصة جدا انها تقف تبص على جميع الاسامي، على كل الناس اللي ساهموا في ان العمل ده يطلع لهم، كل واحد في تخصصه، جزء منهم قدام الكاميرا وجزء كبير جدا ورا الكاميرا. ويمكن الجزء اللي ورا الكاميرا اهم بكتير من اللي قدام الكاميرا، لانه من غيره ما كانش اللي هيحصل كاميرا ولا قدام كاميرا ولا اسامي تتلطع فوق ولا اسامي تتنسي تحت. مين الناس اللي ورا الكاميرا دول؟ ناس كتيرة جدا عندهم خبرات كتيرة جدا، نجوم السينما الحقيقيين برضو اللي احنا هنشوف مجموعة منهم كبيرة النهاردة. هم دول اللي بيعملوا الحاجات الصعبة اللي في السينما، الحاجات اللي بتتعمل يعني يا شاطرة غزلي، الحاجات بأقل التكلفة، الحاجات اللي بتتعمل بمغامرة شديدة اللي الأمريكان بيقعدوا يتمطعوا فيها أيام وليالي وإحنا بنعملها هوا. تعالوا نشوف مين دول صناع السينما الحقيقيين ونجوم السينما كمان. انت مش ضاربني قبل كده؟ انا حقيقي مش معقول. والله العظيم انت ضاربني. والله ما ضربت. ولا خاطفني؟ يعني في التمثيل بقى. ايوه في التمثيل، امال يعني في الحقيقه؟ الله يخليك. انت ضاربني يا استاذ عبد الرازق. طب يعني انت فين بقى؟ يعني طب اعمل ايه عشان ارضيكي؟ كابتن عبد الرازق فوزي طبعا كان يعني ايدول الكمال الاجسام والرياضه والبطوله والحركات، انا فاكره كويس جدا. صح. طبعا. وهو كمان ابو شنب فضه. أيوة. اللي هي انا قتلت اربعه والحاجات دي في بكيزه وزغلول. اهلا بيك. ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. اولا كان قوامك وشكلك وما شاء الله، يعني الله كنت قائم بالمعارك في افلام كبيره. فكرني بقى ايه اللي كان حاصل، لانه انت كنت جونر زي ما بيقولوا جونر مصري وخواجه في نفس الوقت. الله يخليك. هو انا كان انا اساسا بلعب رياضه. كنت بطل مصارعه سنه تقريبا، يعني كان عندي 18 سنه كنت واخد بطوله الجمهوريه. بس في مع الافلام المصريه اشتغلت الافلام الاجنبيه. ما انا عشان كده بقول، انا فاكره حاجه كده. قول لي انت عملت الدوبلير لروتايرو فيلم الابطال. في روبرتو هوفمان في فيلم حب وسلاح. كان مخرج كان ايطالي. شارلت نوسون في الخرطوم، دول اشتغلت لهم دوبليرات. روبرتو هوفمان بتاع الخرطوم بتاع حب وسلاح حصل ان هو كان في نطه من القلعه وجايبين الدوبلير يعمر في عمر الخيام اسبوع في عمر الخيام عشان النطه دي. فطلع فوق، انا كنت موجود لان كنا حوالي 20 نفر يعني مخصصين لكوبرو فيلم، كان كوبرو فيلم الاول. فطلع فوق شاف السور وشاف الارض ما راح نازل. قال لي المخرج اللي جاي قاعد في عمر الخيام بقى له 20 يوم. قال له ما عنديش استعداد اموت. قال له اتفضل مشي. فهو كنا اشتغلنا مع ابن كليوباترا المخرج ده. قال فين عبد الرازق؟ قال له موجود. قال له طب انت هنا. المهم انا هو طبعا في ترجمان كان علاء. فالمهم جه قال لي قلت له اوكي. فقال لي البس. لبست لبس البطل. المفروض بيشنقه ابوه. عشان مش لاقيين ابنه. فابنه بيجيه اللي هو بقى انا الدوبلير بتاعه. بضرب طلقه وبروح ناطط. انا عشان اجي في ابوات كده عشان انط لازم اعلمها، لان باجي من ورا ومعايا البندقيه ممكن اختل المكان. فعلمتها بتباشير ورحت حد الطوبه.
ضربت الطلقه. هتنط بس استنى ثانيه واحده، ثانيه واحده معلش حضرتك. وتنط منين؟ من القلعه. من القلعه اللي فين؟ القلعه القلعه الحقيقيه. ايوه بتنط من سور لفين؟ العمق للارض. لان هم كم متر؟ 28 متر. انت بتهزر؟ لا بكلم بجد. طب ال- 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 الشده الشده بالظبط 5 متر. مش 5 متر، 5 متر 4 متر 5 متر. والباقي النطه بتاعتي. لا يعني ايه الشده؟ الشده اللي هي نجيب كراتين، صناديق كراتين، قش رز، سفنج، تتربط مظبوط. ونطيت، جابوني من نص الشده. المفروض بقى اضرب طلقه بتيجي في البيوشنو ابويا ده. بيجي له الطلقه هنا بروح ناطط. بيجيبوا البطل بقى على الترابيزه يروح ناطط اللي هو اللي عمل دي. واحده روت تايرو عملت شغل برضو بتاعه. شارلتون هوستون بالخيول. بالخيول ازاي؟ كان الفيلم اسمه فيلم الخرطوم. فكنت يعني انا بوقع حصان، مش بوقع يعني مش وقع يعني كده، لا بحذر، لان في ممكن حصان يتربط من قدام بفرمله، وممكن حصان يتربط من قدام بواير بحيث ان رجليه التاني تحته فينزل على وشه، بتروح ساقط وانت راكبه. بس في حاجه تانية برضو معلومه، ان الركاب لازم يكون متغير. من ناحيه في ركاب كده حط رجل كده، لو الحصان ده مايل كده رجلي هتشبك في الشبكات. انا حاجه تحت منه. اوكي. فلازم الركاب يكون ال ده اللي اتعلمناه في معنى ايام كبار فيلم. ال بحط رجلي كده، الشده بشد الفرمله، بيروح مكفي، انا ببقى طاير كده. اوكي. ده صح. يعني انت لو ما عملتش كده رحت رايح. لا، وفي بالسرعه بيبقى متدرب يعني الخرطوم كنا متدربين. كنا خدنا حوالي من 15 حصان دربناهم في نادي الجزيره على ان يمشي ويعني امشي جنبه واشد السرعه. واروح هو نايم جنبي. اروح نايم، اروح نايم معاه. وبعدين امشيه واشد السرعه. واروح نايم معاه، ابدا اركب بقى. فدي برضو كان كويس، بس اهم حاجه الركاب. ايوه بس عايز اسالك، انت التمرين ده اتمرنته في الفيلم؟ يعني من كرو الفيلم نفسه؟ والله لا، اتعلمناه من الاجانب. صراع الايام انا اقلب عربيه امريكاني. انا فيه، بس باخد العربيه الامريكاني في المقطم. لما يجي تعرض الفيلم هتشوف باخد العربيه بعملها تقويات. من الجناب، من قدام، من فوق. بطلع هضبه بروح قالب. المفروض فاروق الفيشاوي داخل انا وهو، احنا بنطرد بعض. بيضرب هو كشك سجاير. بيضربني بيضرب كشك سجاير، وانا بروح داخل في الهضبه بروح قالب. طب انت كنت، انت اصلي اللي انت بتقوله ده ان انتوا كنتوا بتتعرضوا لاخطار كتيره قوي قبل ما التقدم يحصل ده كله، يعني انتوا كنتوا على ميه بيضة انتوا نفسكوا في صوره، انت ودماغك هتظبط الديزاين ازاي بتاع في صوره كمان في مجله انا جايبها. ابني كان هم عايزين يصوروا يعني ياخدوا حديث مني.
كاتبين للتأمين عارف عايز يأمن علينا ولا النقابة دول منفصل. لا 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 قالوا لا. في فيلم جلا اوريها لك بعمل شوت شوت تتفرج عليه شوت متصور 100 100. فمين شغل كده وربنا بيستر. بس لا انا فاكره ان انت يعني لحد ما انا بطلت يعني انت كنت الكابتن داخل يعني كابتن داخل ليك هيبه وليك تقل كده وداخل في ثقه في اللي هتعمله يعني دارس مذاكر رايق ما كنتش عنجهي يعني. لا هو في حاجه تانية اي حاجه تيجي في دماغ المخرج تتعمل في حاجه تانية تجربه دنماركيه الازاز كل ده اللي دخل ولادي ولادك انت ولادك كتيم ولا ولادك لا ولادي حقيقي ولي أخ... ابني بره الحادثه اللي هم جم بره بالموتوسيكل ومش عارفه ايه ودخلوا كسروا البيت ولا لا ده لا في كانوا قاعدين في الـ في الـ في المطعم بعد ما اكلوا بعد اكلوا بعدين بياخد مش عارف ايه لما احمد حلمي ومنى بيبانوا كده قبل ما انا بقى في دخول بالازاز هم قالوا نركبوا حلاوه قلت له حلاوه هشوف ناس حد غيري انا عايز ازاز حقيقي ليه بقى الازاز الحقيقي هيدينا الدفعه طبعا هو في سر على سبيل ما يكون هو قلت له ازاز 3 مللي فازازة 3 مللي سهل من الدخول وبحط مرتبه قدام ايوه يخش طاير كده يروح لاخد الصدمه هنا فلما ركبوا الازاز ركبوه 5 مللي محمل على سبيل سكوريت طب ليه؟ وكمل الشط هيشتغل طب اتصرف ازاي؟ مش هتعرف تخلص جامد هيقدر يخش ازاي؟ قلت له اوكي استاذ عادل قال لي نتصرف عبر قلت له ماشي رحت جايب انت عارف بتاع المسامير التخينه دي حطيت لكل واحد واحده هنا وربطتها له تحت الهدوم اول ما دخل بيروح مصدر دي دي كله اتفرقع بيروح هو معدي كده ازاز الناس انت الاول لما اشتغلت بعد ما اخدت بطولة الجمهورية وبعدين ابتديت تحترف المهنة بتاعت انك بقيت مسؤول معارك وبقى عندك تيم ايه اللي دخل عيالك معالك كبري بقوم يجوا يتفرجوا لدرجة ابني الكبير لقيت واحد ركب حصان وبيجري فبقول الخيال بتاع الخيل قال له ارحمه سليمان قلت له مين ده؟ قال لي ده ابنك اتاريه كان بيروح الهرم بيتمرن خيل من ورايا المهم كايه بيقلدوك من كتر ما شايفين بطولتك ولا هي حاجة في العيلة في برضه فيهم الجراءة فقلت له طب تعالى رحت نزل وجيه ندهت له قلت له البس على طول وكان بقى فيلم التاريخ السيوف وبتاع مش عارف ايه وبتاع ما حصلش اصابه؟ لا لا الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد بس هو في حاجه ابني اللي بره ده اسمه ابراهيم الثاني اسمه محمد ابن اللي بره كان في شوت كان بيعمله كان تقريبا في التلفزيون مسلسل المفروض واحد راكب موتوسيكل وهو راكب وراه فبيخش بالموتوسيكل في كشك بيروح معايا يعني صورة بيخش في كشك بيروح بالنسبة لكم يعني فقلت له اربط رجليك من هنا وحط حاجة تحمي عشان لو الموتوسيكل فرضا نسيت تشيل رجلك في حماية قال لا لا فعلا هي هايفة بس لازم يكون صاحي فالمهم قال لا 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 قلت له يا ابني اعملها قال لي لا انا سهله ده دي هتخش في العمر روح ناطط وبتاع طب اتفضل ما هو لازم يتعلم بقى طاخ طيخ رجله زي ما هي بنز بتاع الموتوسيكل راح داخل في رجله قطع الشريان ما بيتعلموش
لا العيال ما بتتعلمش. المهم ودوه المستشفى الهرم، خيط له رجله من الداخل وبعدين خيط له رجله من الخارج الحمد لله. يعني بس كويس ان انت يعني قلبك برضو جامد، يعني صعبه ان الواحد. ما انا يعني طب في واحد، طب ابني الثاني هينط من القلعه اللي هي في استوديو مصر، ظبطت له ما ظبطت، انا اللي بظبط. كان الكراتين ليها رصه محدوده ومش اي حاجه اللي هو ينزل عليها. اه يا اخويا مره عملت، يلا مش مهم. فالمهم قلت له هتنط كده، قال لي لا هاتهالي كده شويه، قلت له انت هنا مش هتتحرك من هنا، المخرج قال لك من هنا يبقى نازل هنا انا ظبطتها، قال لي بس هاتهالي كده شويه، قلت له اتفضل. راح نازل طاق ورجله راحت ملمسه الارض. راحت رجله ملمسه الارض. اتربطت ما كسرتش ما بيسمعوش الكلام. ما رمتش. احنا مره انا بشوف طول عمري في الافلام ان اللي بينط من فوق ده يمسكوا له بتاعه كده، قالوا يقعدوا يجي له كده ويقولوا كده مش عارف ايه، هم اللي شايلينها لا وفردينها قوي بينهم، بحيث ان ال 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 الوقوع حسب تقل الجسم يبقى المسافه عشان ما ينزلش يخبط في الارض. ممكن يخبط ما خبط ممكن لا. ده كان يا حبيبي راجل قصير والمفروض انه عفريت يعني، وهينط من رابع ثالث دور. فجم بقى ناس متخصصه المفروض ومسكوا البتاعه دي قوي 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 يعني، عيال بقى والواد عمال، الواد خايف وهم يقولوا له انزل يا حبيبي مش عارف ايه، وبيهونوا له. الواد نزل وراح عامل بوم اللي هو تقل عليهم او ريحه شويه او حاجه، خد بس يعني يا دوبك خفوا البتاع سنه كده فما ماتش يعني. والواد نزل سكت مكت ما فيش حاجه، انا بقيت الطم لان من الاول مش عاجبني الاجراء يعني. خدوه بقى هو سكت كان لا قدر الله جرى له حاجه، راخوه مش عارفه خدوه المستشفى بقى عملوا فيه ايه، ورجع بس يعني رجع ما متعقد طبعًا. مش عايز يكمل. ده انا جاني مره تليفون برضه، انت بتقول لي كرتون. جاني تليفون قال لي في واحد هينط من تاني دور. قلت له طيب احنا هنجيب كراتين بقد كده، وهو الراجل بياخد قد كده اتفقنا يعني. قال لا كراتين ايه؟ حط مرتبه. قلت له ايه؟ قال له نحط مرتبه. قلت له انسى اللي انت كلمتني. قال لي ازاي؟ قلت له انسى انا شغلي انا كده. ما فيش مراتب، لو دور واحد ماشي ممكن كمان كراتين واحط مرتبه. يعني حتى لو احط كراتين عشان الضغط ما تكسرش. قال لي طب يا عم عبد الرزاق، قلت له انسى اللي انت كلمتني، مع السلامه، سلام عليكم. راحوا جابوا واحد بالسيرك. فالمهم ايه، لقيت تليفون ضرب لي واحد بيقول لي ده الواد اتكسر. قلت له ايه؟ قال لي حط له، قال له طلع فوق، قال له نطه، حط له مرتبه ومن تاني دور نزل شرايح ومسامير. يا خبر اسود. وشغال في السير. مع ان فكره المرتبه دي المفروض انها متداوله قوي، حكايه ان اليوم مش عارف ايه، لما يكون مثلا متر ونص، وبعدين مرتبه قطن غير السفنج غير يعني السفنج. مش كده؟ هي كانت مرتبه قطن برضه. ما غلط، ولو سفنج كان هيتكسر برضه. ليه بقى؟ لان اصل المسافه عاليه يعني 6 امتار عاليه. 6 امتار عاليه عشان ينزل كده وبتاع، حتى لو نط برجله برضه هيتكسر. طب هل انت بتدرس هنا علم ما؟ بتدرس هندسه؟ بتدرس ايه؟ ولا انت مع نفسك؟ لا مع نفسي. مع نفسك بالكومن سنس يعني. يعني انا اسال، ادي صندوق. صندوق ده ليه حته معينه. مش هحطه كده اقفل الصندوق ماشي. بس ما صورتوش، لا ليها رصه معينه. لان لو حد واحد غشيم برضه هيتكسر على الكراتين. هي يعني اذا هي فطره انك انت قررت انه يعني تاخد على عاتقك الاكشن اللي انت عملته في افلام اجنبي فعجبت الناس اكتر من الاجانب، وتدرس ازاي بيتعمل بشكل بسيط وفطري جدا، لا خدت هندسه ولا مش عارف عملت لا ايه لا لا لا. ولا لعبت شيش ولا اتمرنت في حياتك شيش ولا حاجه؟ لا ده الشيش غير السيف العربي. الشيش كده. السيف العربي ضرب وغز.
حاجات زي كده يعني. وفضلت الحمد لله محافظ الحقيقه يعني، اشهد انه على مدى السنين كنت في كامل اللياقه، كامل القلق يعني، رائع. كنت باعتباري انا اللي مشيت، انا اللي معتزله بقالي سنين يعني. ربنا يديك الصحه ويخليك. النبي انت نورتنا، ده انت عايز قعده. الله يخليك. انت عايز قعده طويله عشان تقول لنا كنتوا بتعملوا ايه في الافلام. الله يكرمك. الله يكرمك. بس انت ضربتني دقه والله العظيم، انا فاكره انك ضربتني. لا لا لا، متهيألك بقى. والله العظيم تلاقيك ضربتني. طب حقك عليا في خناقه من خناقات الافلام. طب معلش حقك عليا. الله الله يا عم عفا الله عنك. الله يخليك، ربنا يديك الصحه ويخليك يا رب. اعرف الاستاذ عبد الرازق حسني. اعرف الاستاذ عبد الرازق حسني. ده صديق وحبيب واخ كبير يعني. ساكن جنب مين؟ ساكن هنا في العمارة. جاري هنا في العمارة. ساكن في فخر دوم. يعني طبعا انا اعرفه استاذ عبد الرازق فوزي، وكل الناس تعرفه، صغير وكبير ان هو كله يعرفه يعني. بالتاكيد طبعا اشهر من نار على العالم. اولا هو انا جوز بنته، هو حمايا. انا شفت له اعمال فنيه بس مش فاكر اسمها. شفت له بركيزه وزغلول. انا مش متذكر اسم الافلام بالظبط، بس انا كنت بشوفه هنا في الافلام. طبعا كان في فيلم ضد الحكومه مع الاستاذ احمد زكي الله يرحمه. فاكر مشهد كتيبه الاعدام لما كان راح لمعالي زايد ويقتلها عشان يقتلها في شقتها ولا عليهم ابوه. هو راجل محترم جدا يعني، معانا جدا، وبتشوفه طالع نازل الراجل بيسلم علينا ويقعد معانا، راجل محترم جدا. والله كل يوم هو بيسلم عليه وبياخد مني دروب. راجل محترم والناس كلها تتمنى تعرفه يعني. مش بتاع مشاكل، لراجل محترم جدا ومحبوب جدا في الحته. والله هو حاجه تساعدني برضه ان هو جاري وراجل محترم وكفايه الزوج اللي هو فيه. وعلشان كده انا مبسوط اللي هو جاري يعني. وادي نجم كمان من نجوم السينما، مشهور، عمرو ماجايفر مشهور، معروف لكل الشباب، لكن قدر شهرته يساوي ربع ما بيشتغل، لأنه بيبان ربع ما حجم الشغل اللي بيعمله، يمكن أقل من ربع كمان، مش كده؟ مش كده؟ وهاني المغربي بقى ده برضو سبيشال إيفكتس ما بيبانش. لكن الحقيقه ان الناس دي هي الاعمده اللي بتقوم عليها الصناعه، خصوصا في نوعيه افلام كتيره، اهمها طبعا افلام الاكشن والمطاردات والمش عارفه ايه. عمرو طول عمري بقول يعني يا ربي بخاف عليك قد ايه، انت عارف؟ عارف. كل فيلم ببقى حاطه ايدي على قلبي جدا واقعد اقول لك يا عمرو هو لازم تعمل مش عارفه ايه، فانت تقول لي ايوه لازم، وايوه وهقلب القلبه كده وهعمل العربيه كده. ايه اللي خلاك من الاول غويت انك تبقى في الخطر؟ ده انت كنت بتحاولي تمنعيني مره كتير وانا فيلمي. لا اول قلبه خالص عندك منعتيني تمام، قلت لي لا يمكن. دي كانت في هنلغيها. كنا واحد من الناس لا يمكن هنلغيها، قلت لك لا لازم اعملها طبعا، مفيش حاجه اسمها كده. تمام؟ الحمد لله. بس يلا محدش يتحرك. بس
ارفع ايديك، ارفع ايدك فوق يا عمورة، ارفع ايدك فوق. الله اكبر، الله اكبر. والله هوافق خايفة جدا، خايفة جدا. أنا فاكر حاجة زي دي. يا حبيبي فعلا. بس هو عنده إصرار وده عارف شغله، دارس هو بيعمل إيه. هاني كمان عمل لي شغل كتير في وش إجرام، مش كده يا هاني؟ وحاجات كتير، رسائل البحر، ورسائل البحر. عيني أنت غرقت الناس في رسائل البحر. لا هاني بقى ما شاء الله دلوقتي هو فعلا نجم حقيقي في السبيشال إفكت. أنا ما أعرفش أشتغل حاجة فيها انفجار او ضرب نار او فيوزات او مطر او اي حاجه من غير هاني، او ما بامنش على اللوكيشن غير والراجل ده موجود. ده حقيقي. مش بقول كده عشان هو موجود، انا الحمد لله يعني بقالنا سنين شغالين مع بعض. يعني في حاجه هنشوفها في انفجار في لحظات حرجه. انا وهو هو قال لي انت تخش بنفسك، قلت له قال لي الخطوات بالظبط. والنبي ده سؤال بتسأله له انت هتخش بنفسك ليه؟ وكان بيدخل حد تاني يخش، مش عامل هو ما انا استنت. هو مش مصدق ان انا استنت برضه. عامل زي حضرتك كده خايف عليا. امال احنا بنعمل ده يعني؟ ما انا هدخل حد من عندي، ما ادخل انا، وانا اللي بمثل في المسلسل. فقال لي انت قلت له انا قلت له قول لي بس ازاي. عملنا بروفا 1 2 3. بعد دي قال لي ما تخطيش لو ما حصلش الانفجار. قلت له طيب تمام خلاص. عملناها وان تيك تمام. انا كنت بشوفك في البدايات خالص بترسم الفرمله مش عارف ايه وبتعمل فعلا كالكوليشنز. طبعا انا لا يمكن افهم الكلام ده خالص يعني. وبرده عمري ما خوفي قل، مش مصدقاه ان هو بيعمل كالكوليشنز. بقول ده داخل بدماغه. وكل شويه كان عماد مراد رئيس قطاع الانتاج عندي يقول لي عمرو هيعمل مش عارف ايه وهنقلب. اقول له يعني انا هتجنن انا نفسي. ايوه عايزه المشهد يطلع عظيم وكل حاجه، بس قلقانه جدا. يعني انت مثلا عندك غير القلبه بتاعت واحد من الناس، المشهد الاخير خالص بتاع العربيه اللي بتولع بتاعت عزت اللي هي القلبه اللي على قضيب القطر. قضيب القطر مثلا، لان احنا كنا بنقابل مشاكل كتير وكان لازم المشهد ده يخلص في يوم كله بالمطارده بتاعته وبالحاجات دي. وما كانش المفروض العربيه تتقلب، وانا قبلها بيوم قررت ان العربيه تتقلب احلى عشان دي الفيناله بتاعت الفيلم. وعملت الحسابات وظبطتها وعملنا التجهيزات بتاعت العربيه. ودي كان اول مره اقلب عربيه من غير رامب صناعي. اللي احنا بنعمله مخصوص عشان العربيه. وده كان بالقياس، لقيت ان الرصيف بتاع القطر عامل الشغل نسبه وتناسب مظبوط جدا على العربيه. ومع ذلك لو هتشوفي في الفيديو هتلاقي العربيه فضلت ماشيه كده شويه كتير لغايه ما انا فضلت معافر معاها وبحاول اظبطها لغايه الاخر. ده معناه ان انا قاعد جوه صاحي، مش بعمل كده ومجرد ما بركب خلاص هي بقى تتقلب لوحدها. مفيش الكلام ده. هي لازم تتعمل زي ما انا قايل رسمتها بالظبط. عمرو امشي شويه ستريت، ما تخمسش كله كده على طول. امشي شويه ستريت وبعد كده خمس تاني. يعني لو كان بيديله بالبنايه فوق مني.
على الراجل بس امشي. خارج على القانون ده موضوع تاني. ده المدخل المشهد المدخل الفيلم ده كان ماستر سين الفيلم وكان لازم يتعمل مظبوط قوي. ايوه وكان التراك برضو لازم تتجهز تجهيزات معينه عشان الظهر بتاعها كله يلف. ده كان موضوع كبير. انت عملته في كام يوم المشهد ده؟ احنا صورناه في 7 ايام تصوير. وما كانش ده كان موضوع من اوله لاخره اللي هو بدايه اول ما بيدخل عليهم البوليس مطاردة. وبيبدا المطارده وبيكسر اول كمين بياخده بكل عربيات وحاجته. أيوه. وبعدين يكمل والتريلا تلف تخش تاخد بقيه العربيات. ده كله معمول سنه كام يا ابني الفيلم ده؟ 2007 اخر 2007. تصدق وخد كام على الشاشه وقت المشهد؟ 12 دقيقه بمليون جنيه ساعتها. بس يعني مشهد انا وانا قلت حاجه انا عيني ليكم. لا يقول لي ايه العربيه ماشيه كويس، يقول لي انا قررت اقلبها دي على العربيه ده بقى العربيه. ولا اقول له لا عمري قلت لك حاجه؟ لا صراحه لا. هاني بقى احكي لي هتعمل قول لي بقى انت بتشتغل نار بتضرب نار كل المؤثرات الحيه يعني انت مثلا اللي مسؤول عن المطره اللي في رسائل البحر دي كلها كملت المطره كان في نوه ولا في هم قعدوا قعدوا 4 اسابيع في اسكندريه عشان يستنوا يظبطوا النوه الايام اللي ما فيهاش نوه اكمل انا مطره كملت انت وايه تاني عملت قول لي الحاجات كلها اللي انت بتعملها بعمل تفجيرات ضرب النار فين قول لي لا عايز اشوف لك مشاهد وانت هتحكي لي بق الافلام بقى الجزيره 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 2 حاجات ان شاء الله مش هنلحق بقى نشوف الجزيره 2 بس عايز اشوف اللي قبله عشان اعرضه لك في الجزيره 1 الجزيره 1 اوكي تيتو مافيا قول لي ايه في الجزيره 1 عايزه انا ليه كل بقول كده بقول لك كده انت متحمر بقول لك انك لما تحكي لي المشهد والناس تشوفه حابه جدا ان الناس تعرف الحاجه دي بتتعمل ازاي المشهد اللي بيعدي في دقيقه نص دقيقه عشان وراه هم قد ايه وريسك قد ايه وشغل قد يعني ايه اصعب الحاجات اللي انت عملتها في الجزيره 1 مشهد الفنان قعدنا اسبوع نصور فيه كنت بتحضر فيه ايه مثلا كنت محضر فيه تفجيرات كامله بتاعت البيت والبرج اللي هي الحاجات اللي كان المفروض الامن المركزي بيضرب بيقتحم البيت وعشان ياخد احمد السقا الحاجات بقى اللي هي الحيطان والحاجات اللي كان تجهيز حيطان وتجهيز الارض وكان تفجيرات في كل المنطقه بتاعت الجزيره يا
اضرب البرج. يضربوا من الناحية التانية، قابلوهم. انت بتعمل المطر ازاي يا هاني؟ تصدق والله ما اعرف. المطر صناعي؟ لو بتعمل اندور او الدور، لو اندور مكان محكوم يعني مقفول بنعمل ستاير مطر. وبتبقى تتغذى من بره بتنكات. لو اماكن مفتوحه بنقف على ابراج ومعانا مصادر اكستنشن مجبوري. زي بتاع المطافي شويه يعني. بس ازاي الكثافه بتتوزع في الـ في الـ في الشط؟ يعني ما تحسش ان من هنا بالتوجيه. يعني بنوجه بحيث ان احنا بنوصل لبعض. زي مثلا عندنا مساحه 30 متر. بنوصل 5 في 5 في 5 لحد ما نغطي المساحه كلها. وانا بشوفكم بتحطوه على ابراج عاليه عشان تدي المساحه تغطيها داير وما يدور يعني. لو هو واللي بيحكمنا بكده اللوكيشن يعني. المكان طبعا. وهل بيضايقك اصل انتوا شغلكم ازعاجه الوحيد في ان ناس تتلم او حاجه يعني ده في الخارج عناصر خارجيه طبعا. دي بتبقى رهيبه يعني. احنا دايما كنا بنروح مثلا مع عمرو في الطل مناطق فاضيه ما ينفعش نعمل اللي بنعمله ده في وسط الناس. لكن انت اكيد بتبقى في وسط العالم يعني، يعني مثلا على البحر في اسكندريه المطر في وسط العالم ما فيهوش مشكله. المشكله في التفجيرات ضرب النار طبعا. ده برضه نفس القصه بتاعتي، لازم اماكن معلوم بيها انها يحصل فيها كذا وتبقى مقفولة طبعا وبتاعتنا بالكامل عشان يعرف يعمل فيها شغله. ايه اكتر حاجه قلقتك قوي قوي، مشهد قلقك موت يعني؟ هقول لحضرتك حاجه، انت بتشوفيني بقعد اعاند معاكي اوقات واقول لك لا ما تقلقيش انا هعمل كذا وبتاع، انما انا طول الوقت قلقان. انا قلقان طول الوقت قلقان ان لازم المشهد يطلع زي ما انا عايز وزي ما انا نفسي فيه ويا ريت يبقى احسن. فالصغير زي الكبير بالظبط. لو بعدي حتى بعربيه من قدام كاميرا كده، بس لازم تعدي من هنا مش من هنا، فدي لازم اعمل لها حساب وافكر فيها كويس جدا. مش بستهون بيها خالص. زي الكبيره برضو قوي، لما اعدي بعربيه جوه انفجار كبير جدا وكله نار وحاجات لغايه ما بيطلعوني وبينزلوني، كل دي احداث بتحصل في وقت طويل جدا. اللحظه دي انت ما بتبقاش شايفها بعد ما بتتقلب ولا بتعمل مش عارفه ايه بقى، عشان الواحد هو واقف في اللوكيشن وهم بيخرجوك بقى اللي هو عمرو كويس، فانت تقوم قلع الخوذه اللي كنت لابسها او بتاع. تعالي بقى اقول لك سر كده. انا حاسس بكل لحظه. بس هي بتعدي عليا في وقت طويل شويه. بجد يعني. انا ايه اللي بقوله لك؟ انه الناس ساعات مثلا زي واحد من الناس مثلا يعني بالزبط. الفيلم ده الناس بتحبه قوي وعندها علاقه معاه وتقريبا حافظينه، بس تعالى بص له بقى النهارده بشكل مختلف. لانه انت عارف ايه اللي حصل دلوقتي بعد السنين العجاف اللي مرينا بيها دي؟ احنا بنشوف كل حاجه حوالينا بعين تانية بالظبط، وبنشوف افلامنا بعين تانية، وبنشوف ممثليننا بعين تانية، واحداثنا وجنايننا وعماراتنا وناسنا، كل حاجه لا بتعيد تقييمها تاني. الافلام الاجنبيه لما دخلت بشكل كبير قوي مصر بقت في السينما اكتر من الافلام العربيه الفتره اللي فاتت بالذات، حولت دماغ الجيل اللي طالع. بس الجيل كمان، بس هم عندهم فرصه انه الشباب اللي زيكم قادرين يقدموا لهم بالظبط يعني تكنولوجي احنا ما كناش عشان كده هم بيتفرجوا عليه بوجهه نظر تانية. هي دي برضو حته. فتعالى بقى اوريهم انتوا. انا برضو يهمني قوي انه بصوا الصناعه كتير. دي مظلومه قد ايه وبتعاني قد ايه، وعزالك رجالتها وناسها ونجومها لا بيعرفوا يعملوا الحاجه حلو بالظبط. اديني اصعب مشهد مثلا نعرضه دلوقتي ولما نشرحه للناس هتشوفه بعين تانية. تمام. اصعب مشهد يا حاجه انت وهاني عملتوها، يا حاجه انت وكل واحد منفصل يعني. انا شايف المشهد بتاع ادرينالين طبعا قلبة العربيه مع الانفجار بتاعه بتاع ايه ادرينالين
قول لي عليه. هقول لك. طب وريني ادرينالين. اوكي. لان يعني كان في حد كمان معدي من فوق بالواير. ما هو ده اللي المنصوبه كانت ثلاثيه يعني. انت والانفجار. اشرحوا لنا واحنا عشان ما نعرضه ما فاهمين حصل ايه بالظبط كده. في برنامج ادرينالين واحنا بنصور كان عندي الفيناله بتقول ان انا هعدي بعربيه من بوكسز كده. هيحصل انفجار من اتوبيس ومن مبنى ورايا. والانفجار هيبقى من جوه البوكسز دي وانا هعدي من كل النار دي مقلوب بالعربية. تمام؟ لطيفة. حاجة تفكركم هببة. كل ده عادي جدا ومحسوب الحمد لله. تمام؟ في حسابات تانية خالص. في رانيا يوسف المفروض معدية بواير من المبنى من فوق خالص لغاية تحت. ماشي؟ فالنار لما هتطلع هتطلع فوق. فلازم يبقى في سينك تايم بين العربية وهي بتعدي والانفجار لما بيحصل ورانيا يوسف وهي بتعدي من فوق. ماشي؟ وفي حاجة تانية. ده وان شوت؟ كل ده وان تيك. وان تيك. ما بيتكررش دي. أيوة. لا ما أنا فاهم. أوكي. لا أنا قصدي كل دول في وان شوت. ولسه في حاجة تانية بقى. في كاميرات كلها هنا. مرصوصة قدام. إحنا اللي موقفينهم بالملي. أوكي؟ مع الانفجار ورانيا يوسف نزولها. وكلهم متظبطين ودي السيفتي اريا بتاعتهم. طيب المسافه اللي انا هنزل فيها بكل الحاجات دي كلها على بعض 35 متر بالظبط من الانفجار لغايه عندهم. بالزحلقه العربيه على ظهرها بكله كل حاجه. اوكي. اوكي. وده كان مارك بيني وبين اندرو ساعتها. واللافندي هو اللي مفجرك. انا لازم اشوف عمرو يعدي. اطفال. احلى حاجه في البرنامج ده كنا عاملينها ان كل واحد كان شايف شغله بس، محدش بيعمل حاجه تاني. الراجل ده مهمته انه يحط حاجته بالطريقه 1 2 3 4 وكل واحد من رجالته ما شاء الله حافظ كويس جدا. ماسك سلك بيعمل بيه ايه. حاطط زرار هنا. هيفجر دي قبل دي ودي بعد دي ودي بعد دي. المسدسات بالفيوزات بالحاجات معموله في مواعيدها. ان ده برنامج والحته الاخرانيه كلها ريل. لانه بيتصور في وان تيك المهمه بتاعته. هو بياخد ميشن ينفذها. فما ينفعش مسدس ما يضربش، ما ينفعش فيوزه ما تضربش، ما ينفعش الكلام ده خالص يحصل. والوان تيك بتاع الانفجار، لو الانفجار ده ما حصلش الشوت كله باظ والقلبه اتعملت وما فيش انفجار. فدي مهمه جامده جدا كانت عنده وحمل كبير، لان كمان توقيت الوقت اللي الانفجار بيحصل فيه والعربيه جوه انتوا هتشوفوه حاجه مرعبه برضه. ده من الشطات اللي انا شايفها تيبيكال جامعه كله جامعه شغلك وشغل هاني وشغل كلنا مع بعض. يعني انا واندرو وهاني تيم ورك كامل متكامل جوه حاجه واحده حصلت بالسنتي زي ما قلنا. انا متشوقه اشوفه جدا المشهد. لازم تشوفيه. طب انا بشكرك قوي انك جيت ليا وهاني جالي. واكيد ان احنا يعني انا عندي لسه مواضيع عايزه نتكلم فيها مع بعض. بس أكيد. انا سعيده جدا ان انا استضفتكم. انتم نجوم السينما، انتم نجوم السينما. بعدك على طول يا استاذه حضرتك اللي عملتينا نجوم. طبعا يا ابن انت تعالى نهرج بقى. بس انا والله العظيم فخوره بيكم جدا جدا. نشوف المشهد ده عشان تعرفوا اهميه الناس دي ايه. ساعة ما اتقلق ما شفت منظر العربية مقلوبة ومولعة خفت، يعني عايزاه، يعني فضلت اللحظة كده عندي بانيك انه انا عايزاه يطلع يقف على رجله، بس اشوفه واقف على رجله وتمام. اي حاجة تانية بقى مش مشكلة، بس هي دي لحظة الخوف، لانه مش كل يوم بتشوف عربية بتتقلب يعني. ف هي متوترة دلوقتي زي ما كلنا متوترين، مستنيين نشوف عمرو سليم وزي الفل. بس لازم نقول برضو مبروك لرانيا انها خلصت مهمتها بخير. Oh!
قلبي معاكي بجد، لان انا كنت متشقلب وشايفه عربيه بتولع وشايفه نار وشايفه كل الحاجات دي من فوق ومش عارفه ايه اللي بيحصل يعني. وكان لازم ما تعرفيش ايه اللي بيحصل قبل يعني، ما كانش ينفع اقوله لك، لانك لو كنت قعدتي فكرتي فيه احتمال كبير جدا ما كنتيش تنزلي من فوق فعلا. مجنون يا عم، انت مجنون، اكيد مجنون بجد. لما مؤلف الفيلم بيكتبه بيتخيل مواقف، ولو كان غاوي يكتب أفلام الأكشن مثلا أو السسبنس أو الحاجات اللي فيها مطاردات ومش عارف إيه، بيفتح يعني وبياخد راحته وبيكتب، وقد يكون مش متخيل كم الأخطار اللي ممكن تبقى ورا المشاهد دي. بس المشاهد دي ليها ناس متخصصة، ومع الوقت والزمن الناس المتخصصة دي بتتطور وشغلها بيتطور، وكانوا في وقت من الأوقات مثلا ينفذوا مشاهد الأكشن فيتبطحوا هم ويطلعوا طالعين بقلاقيز كده ومفتوح دماغهم ومش عارف إيه. لكن مع التطور علم الستانت وفنون الأكشن المختلفة لأنها مش فن واحد، ابتدى يبقى فيه صناعية للحكاية دي، منهم عصام الوريس. عصام الوريس جديد في المهنه دي، انت بقالك 7-8 سنين بقالك مش كده، ما واضح عليك شاب صغير يعني. دخلت السينما بعد ما اتعمل افلام اكشن كتير قوي، واكيد بقى اتعلمت من السابقين يعني. كان في طبعا عيله الطوخي كلها باجيالها يعني، كان في مثلا في فتره يوسف منصور بمجموعة شبابه كان شغال بالتايكوندو والكاراتيه والحاجات دي يعني، كان في موديلات مختلفة من صناع الأكشن أو صناع المعارك. أنت متخصص في إيه بقى؟ هو أنا كوردينيتور، هو أنا الأساسي بتاعي الفايت، القتال، العركة اللي بالإيدين، الخناقات، زائد أن أنا سيفتي درايف حوادث عربيات وسبيشال إفكت، لأن الأكشن تطور يعني. مثلا الأكشن الفايت والستانت درايف حوادث العربيات والسبيشال افكت الفيوزات والحريقه. وفي حاجه مثلا جديده اسمها الواير، الممثلين اللي بيطيروا بالسلك اللي مش باين، بالسلك اللي مش باين. انا كوردينيتور للفايت وسيفتي للدايف والدرايف والسيفتي. يعني ايه سيفتي؟ يعني اللي هي تامين الحادثه نفسها، او تامين السبيشال افكت، لان برضو علم السبيشال افكت علم واسع قوي، البارود ونسبته والانفجار ومداه والسيفتي. انا درست الحاجات دي، فانا بكون موجود في اللوكيشن لتامين المجموعه اللي موجوده، ان مدى الانفجار قد ايه، المسافه بتاعته قد ايه. وطبعا الاكشن هو تطور لوحده زي الواير، الممثل اللي بيطير في الهواء. حتى الستانت مان اللي هو زمان كانوا بيسموه الدوبلير، الدوبلير ده كان زمان مجرد ان هو شبه الممثل بس يعني. لكن دلوقتي انا مش بالشرط ان هو يكون شابه، بس بالشرط ان هو يكون محترف، لان مشاهد الاكشن تطورت. بس عندك مثلا استانت للحوادث اللي بيتخبط بعربيه، غير الاستانت اللي بينط في النيل مسافات عاليه، غير رياضه الباركور اللي هو بينط من مكان لمكان زي جاكي شان، غير الفايت اللي بيتعمل بسيف، بسلاح، بمطوه. كل حاجه من دي وليها استانت، ما ينفعش ده يعمل مكان ده. هو متخصص برضو في المنطقه دي. انت بتتكلم بشكل عام ولا في الصناعه حاليا؟ يعني احنا مطبقين ايه من الكلام ده يعني؟ احنا مطبقين ده بالفعل. انا 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 مثلا كعصام، انا عندي 180 ستانت مان. ال 180 دول رجاله وفي 11 بنت. كل واحد عارف هو بيعمل ايه، لان كل واحد متمرن على المنطقه دي. لان حجم الاكشن دلوقتي او الخطوره فيه بقت عاليه قوي. لو انا مش ممرن كويس ومش مامن كويس ممكن تحصل مشكله يعني. انا مثلا عندي مبدا نو سيفتي نو اكشن، لو ما فيش امان انا ما ينفعش اعمل اكشن. ده مهم جدا، ما ينفعش اجيب واحد من الشارع اقول له تعالى اعمل اكشن. طب انت عصام ايه اصلا؟ انا لاعب جمباز 14 سنه، جمباز من لغايه 18 سنه. وبعد كده لعبت دايفنج، وبعد كده لعبت كمال اجسام. وبعد كده بالصدفه درست فنون القتال، وخدت مارشال ارتس. وكمان كانوا عاملين حاجه في الاستاد كده لفنون القتال، التايكوندو والجودو، والدورات دي بدات احضرها. لما بدات اخش تصوير اكتشفت ان انا لازم ادرس يعني ايه اصابات الملاعب والعلاج الطبيعي والتشريح العضلي. بدات ادرس الحاجات دي، كل ده قبل ما اخش الوسط خالص، ما كانش ليه علاقه بالوسط. بس كنت بتفرج. طيب اديني بقى اول مشهد ممكن اعرضه لك.
هو عندي مشهدين في حياتي ما اقدرش انساهم واحتمال لو اتعرض عليا تاني ما اقدرش اعملهم. هو مشهد انا بتخبط باوتوبيس. لما الواحد بيتخبط بعربيه بيبقى عنده مساحه ان هو ينط على الكبوت ويلف ياخد صدمه العربيه. لكن اوتوبيس حاجه سد. انا كنت بعمل مسلسل رجل عناب والاستاذ شادي علي كنا جايبين مانيكان بيتخبط بالاوتوبيس. ما اقتنعتش فعرضت عليه ان انا اتخبط بالاوتوبيس فامنت الموضوع. ريت انا اللي اتخبط بالاوتوبيس يعني. اخبطوني فاتخبطت اول تيك كان تمام قوي بس قمت منه بصيت على المونيتور حسيت ان انا مش مصدق نفسي ان انا استنيت الاوتوبيس. يا عصام اتخبطت بالاوتوبيس ازاي يا ابني؟ الله يبارك لك. انا بلبس سيفتي على جسمي زائد ان الاوتوبيس نفسه وهو جاي عليا في حركه لازم اعملها ان انا لازم اطلع في الهواء واخد حركته ما ينفعش اقفله. هي ليه حركه الاستقبال اي حاجه هتيجي تصدمني لازم انا اروح لها. حلو قوي. عشان اروح معاه السايق ده معانا ولا استنت؟ لا 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 استنت لا لا امان. أوكي. امان بس الاول عملنا بروفا وشفنا الفرامل وشفنا الاوتوبيس لما بيفرمل بيزحف على الارض قد ايه وعملناها 6 مرات. طيب. لان انا ما كنتش مقتنع ولا مره. فانت اما تتخبط انت ايه اللي ما اقنعكش انك الخبطه ولا الوقعه ولا الايه؟ لا ما اقنعنيش ان انا بحس ان انا يعني في لا اما تاخير مني لا اما تاخير من الاوتوبيس. الاوتوبيس بيجي بدري او بيجي متاخر. لكن انا كنت عايز سينك اللي هي مجرد ما اخش الفريم الاوتوبيس يخبط. فاكرة مشهد لمدام ماجدة الصباحي المفروض بتجري في الشارع متضايقة ومتعرفش عارفة ايه ويخبطها عربية او تاكسي فهي يظهر انه برضو حصل انه ما تزبطتش الحكاية فهي راحت جاية وراحت هي اللي خبط العربية بجسمها وراحت هي اللي انا ضد ده. الممثل لازم يكون ليه ستانت مان. مفيش نجم بيعمل كل حاجة ومفيش نجم اكشن في العالم كله ملوش ستانت مان سواء قال او سواء ما قالش. لان في حاجات خطيره هو مستحيل اصله مستحيل يكون عنده. انا نفسي ما عنديش كل الحرفيه يعني. انا مش محترف ان انا اعمل كل حاجه. لازم اجرب بس في حاجات مستحيل لان النجم لو حصلت له اصابه دي هتوقف العمل. بلس ان الستانت مان مدرب على الرياكشن مدرب على رد الفعل. نفترض ان هو جه بيجري فوقع فهو عارف ممكن لو هيقع هيقع ازاي. لكن عشان احط ممثل في حاجه خطر انا ضد ده تماما. لكن في حاجات بقوله لا يعني ممثل هيخش في ازاز لا. ليه؟ لان انا برضو مهما كان ما اقدرش الازاز ده يكون سيفتي 100%. لكن نطات النيل في حاجات كتير خلاص تغلبنا عليها. نطات يعني النيل يعني نطه النيل بتاعت عبده موته بتاعت محمد كانت ايه رمضان؟ لا طبيعيه جدا. نطه النيل اصل نطه النيل خلاص بدل انت قدرتي تعيني ويعني انا نطيت من اعلى كوبري في مصر الدائري المنيب. يعني قصر النيل هو 7 متر الدائري 21 متر. نسبه الخطوره فيه كانت 95%. الدائري المنيب اللي هي طلعت الدائري من معادي الحته دي كانوا جات فتره كده معرفش ليه العيال قعدوا ينطوا كلهم من هناك. فاكر كان لا كان لا كان كوبري الجامعه كان كوبري الجامعه كوبري الدائري صعب النط من عليه لان مفيش عمق. انا لو نطيت من 21 متر لازم يبقى في عمق 7 متر تحت. تحت الكوبري ده 3 متر بس. لا والله النيل المايه 3 متر 3 بس. متر لا عشان في كميه طمي كبيره زائد انت ممكن ترشق في ما دي حصلت فعلا. يا نهار اسود. يعني دي انا كنت كان معروض عليا مسلسل المكتوب على الجبين مع الاستاذ حسين فهمي وعرضوا عليا استاذ محمد جابر المنتج الفني عرض عليا الموضوع ما وافقتش غير لما عينت ورحت المسطحات وقالوا لي لا بلاش. بس جبنا الدايفنج وجهزنا النطه تماما بس كان عندنا مشاكل ان العمق زائد ان في حديد كتير عايم على وش الميه ده ممكن زائد ان الارتفاع ده ممكن يخلي جسمي يختل توازني زائد ان الاصطدام بالميه اقوى من الاصطدام بالارض. يعني انا لو لا قدر الله نط حد من عماره بينزل حته سليمه على الارض لكن لو نطيتي على الميه غلط تتقسمي تتقطع زي السكينه. والله الاثنين انيل من بعض يا استاذ عصام. بس البني ادم لما بيحب حاجه ويدرسها صح ويامنها صح ما بيقولش على لا. حركه الميه فيه وتجمع الطين بيتجمع في لحظه يعني انت ممكن تفرغ الطين بعد نص ساعه تلاقيه. فاحنا الحمد لله مأمنين وسايبين على الله بقى. وانت شايفين الكوبري ما شاء الله الواحد. ونط
طينه وما غرزناش في طين والحمد لله تمام. لما اشتغلت مع رمضان اشتغلت معاه ايه؟ من الاول الالماني. من اول الالماني؟ من اول. طب نطت النيل بتاعه رمضان هو اللي عملها ولا؟ هو اللي عملها وما كانش بيعرف يعوم. يا حبيبي تصور انا عارفه اصلا. بس لا متامن. ما بصي احنا ممكن بتامنه ازاي؟ طيب انت في حاله زي مجنون وعايز ينط وما بيعرفش حاجه بسيطه قوي، اللايف جاكيت يعني لبسته لايف جاكيت. ما هو تامين الميه ايه؟ ان الممثل ما يغرقش مني، زائد ان هو يكون عنده الجراء ان هو يعمل كده. فدي ليها حل، اللايف جاكيت خلاص هيخليه ما يغرقش، مجرد بينزل جوه الميه هيقبلي على الوش خلاص. عملت ايه تاني؟ في الاردن مثلا ولعت في نفسي جوه دبابه، يعني قعدت جوه الدبابه وفجروا الدبابه. وخرجت منها والع، كان وان شوت، حطيت مادة عليا وقعدت جوه الدبابة. كان معايا خبير متفجرات أردني اسمه النويسة، اتفقنا أنا وهو، شفت المادة اللي جايبها عملتها على جسمي وقعدت جوه الدبابة وولع في الدبابة وخرجت من الدبابة ولع. ده كان وان شوت يعني. انت خرجت الدبابة ولعت وانا جواها ولع، وانت جواها ولع. لا الدبابة ولعت، هي ولع. وانت ما هي النار مسكت فيا بقى بعد كده، يعني لما الدبابه ولعت تلقائي الماده اللي انا حاططها تخلي النار تمسك فيا. واول ما النار مسكت فيا قمت طالع بره الدبابه ان انا بولع، وبعد كده طفوني. بتتمرمغ بقى، بتطفي بتراب اول ما لا في كذا حاجه، في المطافي بتبقى موجوده بميه، وفي بيبقى خيش كده مبلول بيتحط عليا، في كذا حاجه، في بتمرمغ في الارض لو المشهد يعني. قد ايه الفرق؟ لانه مثلا استنى يا سيدي، في حزلقوم في لا تراجع ولا استسلام لما ولع عين اشيائي بيبقى في فتره كده بيولع ولازم يطفي والا لا هيتسرب. 12 ثانيه. 12 ثانيه؟ 12 ثانيه. يعني احنا لما نشوف حريقه نعد 12 ثانيه انه المحروق ده قدامنا في الكاميرا 12 ثانيه؟ حسب، لو هو مولع على جلده. مولع بيبقى على جلده. في حاجه كده هقولها لحضرتك، مشهد انا مولع في ايديا، يعني ايديا نفسها دي بالولع كده ولعت في الايد نفسها. صلاة على النبي. في الجلد نفسه. فالجلد غير لما احط سيفتي عليه، لما هيغمح البسه لبسي. بتحط ايه على لحمك عشان تولع عليه؟ دي ماده كده زي جيل كده بيدهن، بنولع بنولع. وتفضل وليها سمك انها ما توصلش لجلدك نفسه؟ ليها سمك انها ما توصلش. ومحمد رجب في سالم ابو اخته ولع بجد، ولعنا دراعه. انا اصلا بطله تمثيل بقالي كتير يعني حضرتكم، فانا معاكم مش فاهمه اللي هو بيقوله، زيكم بالظبط. كل حاجه موجود ليها المواد اللي بتخلينا نوظفها يعني. زي زمان حضرتك كنت تشوف الفيوزه بتاعت الجسم تطلعها دخان ونار، دلوقتي الموضوع ده خلاص مبقاش يحصل. انا سيمون حكيت لي انه في يوم مر ويوم حلو لما ما هي بتنتحر بقى وبتحاول تولع نفسها في اخر الفيلم، فرشوا لها ميه على الجلابيه بتاعتها واعتقد ولعت الولاعه ورمتها على هدومها مش متوقعه. فبتقول لي انه برضو رغم ده انه النار مسكت فيها وطلعت على وشها، ودي لحظه كانت مرعبه بالنسبه لها جدا، وهي ما فيش بقى مش لابسه حاجه حسب ما هي حكت يعني، انه حتى بللها الجلابيه ومع ذلك. ما ده الغلط اللي احنا بنتكلم فيه. في حاجه اسمها دراسه، في حاجه اسمها الماده دي بتقعد قد ايه، في حاجه اسمها تيست. يعني انا ما عملتش حاجه انا ما عملتهاش، يعني لما ما بقولش الاستانت اللي عندي او الممثل يعمل حاجه انا ما جربتهاش. انا لازم اجرب الحاجه واعرف السايد افكت بتاعها فين، لازم اعرف مدتها قد ايه. ما ينفعش اشتغل بلدي، في حاجات ما ينفعش اخلط. دي مواد جايه من بره جاهزه لده واتعمل عليها تستات. بصي الاكشن ما ينفعش افتي فيه، وبالذات لو في روح بني ادم، سواء هيتخبط بعربيه سواء هينط فيني هولع فيها هيخش في ازاز، لو ما كنتش انا باذن الله جاهز 100% مستحيل اعملها. لكن الشغل البلدي او اللي هو يلا هنولع وهات واعمل وسوي ما تقلقش ورش ميه، ده بيسبب مصايب وياما كتير. يعني انا شفت ناس دخلت في ازاز، الازاز رشق في جسمها يعني، لان هم مش مأمنين الازاز. في عمل ايه؟ في عمل كتير يعني. كنت بروح زيارات كده كنت بلاقي مصايب. لا انت ايه اكتر حاجه يعني خطره وكنت خايف منها جدا، ويا اما مثلا حصل حاجه او عدت يعني، بس حاجه عايزه اشوف لك حاجات. لا هي يعني اخطر حاجه في حياتي هي نطه النيل يعني، دي اعلى لان المسطحات المائيه نفسه قالوا لي هتموت. قالوا لي ما فيش حد انتحر يعني، اي حد بينتحر من على الكوبري ده ما بننفق يعني، لو نزلنا ميت خلاص ما فيش. بيختل توازنه، بيغرس في الطمي. دي كانت من اخطر الحاجات، ولو جات لي تاني مش هعملها. لان في رعب، في رعب. وعامه انا اي مشهد عندي فيه خطوره جدا اللي هو في حاجه مش بتاعتي، يعني هخش في ازاز، هولع في نفسي، هنط في النيل، هتخبط بعربيه، ببقى مرعوب جدا، لان انت ممكن لا قدر الله يعني الا ان يشاء الله الفرامل فلتت. ما فرملش في التوقيت ده، غرست في الطمي يعني. انا قعدت
36 ثانيه غارز جوه الطمي، الطمي لغايه هنا واللانشات والدايفنج بيحاول يطلعني ما عرفش. ده متصور في الميكنج؟ لا انا كنت جوه الميه دي. لا يعني هم مش مصورين؟ لا انا عملتها بروفا قبل ما ابدا، قبل ما ارضى ان انا اقبل العمل. أوكي. بعد ما شفت الخطوره فين قبلت العمل. والمجموعه اللي كانت موجوده معايا يوم البروفا مش هي اللي جت معايا في التصوير، لان ما ينفعش اشوف الخوف في عينيهم. بس بعد ما امنت وعرفت المشكله فين، المشكله ان انا هغطس في الميه، لا لبست لايف جاكيت ومليت جسمي كله زي الفل، حاجات فل كده. انا تقريبا شعري يوميها متبلش يعني، يا دوبك اول ما نزلت طلعت على طول يعني. لازم اشوف الخطر فين وامنه. لو ما امنتوش يبقى في مشاكل كتير. انت جايب لي هديه بيقولوا؟ ما قدرتش بصراحه اول ما قالوا لي يعني هديه بسيطه حبيبي ربنا يخليك. عايزك لما تشوفيها تفتكريني. بالذات تشوفيها وانت صاحيه من النوم. لان هي حاجه تتشاف وانت صاحيه من النوم كده مبسوطه. دي كانت مشكله بيني وما بين حد. وقررت ان انا لازم اخد تذكار معايا. والتذكار ما يعزش عليك يا حبيب قلبي. نهر ازرق نهر. ايه ده، انت داعش يا ابني ولا ايه؟ رحت سافرت جبته بيتي. ده مين ده؟ دي رسمي. ده ممثل قطعنا رقبته. داعش يا عيني والنبي، فكرتني ده منظر فظيع. تصدق الناس بتخاف من الحاجات دي بجد؟ في السيما يعني، لما في الطبيعي لازم طبعا. لا في الحقيقه في ناس فعلا بتخاف. انا في ناس لما يخشوا عندي المكتب بيقولوا لك كويس. سوري اعصابي مش فالته ولا حاجه، بالعكس انا متماسكه جدا. بس هو لطيف يتشاف. هو قمر اسمع يعني، اما اصحى من النوم اصبح عليه. هتحس ان في يومك فيه تفاؤل. لا معمول كويس صدق يعني، معلش احنا بقى الصنعه بتحكم، معمول كويس قوي. اتفضل يا حبيبي ميرسي. لا ده هي خلاص، ده هديه ما يرجعش. لا ده كده عليك يا عصام، يفضل معاكي كده. مفيش ختام احلى من ده يا عصام. انا ما عزتوش عليك والله، ده بقى له فتره عندي انا حبسه. بس اول انتيك. فما قدرتش. لا قلت ده ما يعزش عليك يا حبيبي عليك. ربنا يخليك. ولو قدرت اجيب لك والله بقيته يعني، اذا اتقابلنا شويه كده. عندي ايد ورجل، عندي الحاجات كلها، ما تغلاش عليك. ميرسي يا عصام. ميرسي يا جميل، نورتني. ميرسي، ربنا يخليك. تسلمي لي، انا مبسوط بجد ان انا كنت معاكي. ربنا يخليك. ميرسي يا استاذ. وأكم من نجوم السينما اللي بتشوفوهم على الشاشة واللي بيبقوا واقفين قدام الكاميرا، لكن اللي ورا الكاميرا أكتر بكتير ويمكن أهم بكتير. من أهم الناس النجوم السينما في صناعة السينما بتاعتنا دي في مصر، عم عباس صابر. الله يخليك فن نجم يا عم وانت قاعد. ربنا يكرمك يا اختي جماله يا اختي. طب تسمحي لي اشكرك على انك طرقتي باب من الابواب دي للسينما المصريه، وقسم من اهم الاقسام التسعه او العشره اللي بيعملوا في الدراما المصريه اذا كانت افلام او مسلسلات. اللي هو قسم السبيشال. وقسم السبيشال بيتكلم عن كل حاجة سبيشال في الفيلم. سبيشال بدلة قصيرة وبنطلون قصير لمدبولي. سبيشال لقلبة عربية. سبيشال لطلقة. سبيشال كلمة سبيشال ما بتقعش بس على ان احنا نقلب عربية او نضرب واحد او نصنع قطعة اكسسوار نحط لها بومبة تطير. السبيشال دي في حاجات كتير قوي في السينما المصرية. ولذلك اهمها ان انت تكوني سينمائيه، واحنا ارتضينا ان اجل حضرتك عشان انت اسئلتك بتطلع حاجات كتيره وبتدي الواحد فرصه يرجع للماضي انت شويه. انت تاريخ يا عم عباس، ربنا يخليك يعني. والحقيقه ان انت شاغل حيز في صناعه السينما كبير جدا، الحمد لله، اللهم زيدك يا رب من فضله من اول ما ابتديت لحد النهارده، وربنا يكتر يا رب. لذلك انا بقول لحضرتك كانت فرصه كبيره قوي للشركه العربيه ان تعيد ذكريات الفيلم التقيل مثلا. مثل واحد من الناس. أيوان. او خارج عن القانون. فكان في منتج معاه ورق بيعرف يفسر كل كلمه فيه والكلمه محتاجه ايه فيه. انت ابتديت ازاي؟ خدت ايه من الوالد وكملت امتى؟ في اي مرحله؟ اولا انا كانت مرحلتي مرحله ذهبيه شويه. كان في شركات مسؤوله قويه جدا. كانت الحكومه ليها دور. يعني مثلا لو تذكرنا بين القصرين وسلسله نجيب محفوظ، ونطينا شويه للعالميه، اتعمل شركه اسمها كوبرو فيلم، استضافت اكتر من 30 فيلم اوروبي ايطالي وانجليزي وامريكاني، اشتغلنا فيهم هنا. وكان دورنا دور
مشرف مع الاستاف اللي جاي. يعني لو جاي لنا مثلا استنت مان هتلاقي عندنا ناس بتعمل الشغل ده. لو عندنا لو واحد جاي بتاع سبيشال احنا فاهمين لغه سوري الاخرس. يعني لو انا ما بتكلمش انجليزي وجالي واحد بيشتغل حرفتي بلغه الصنعه بس اكون شاطر فيها واحط اضافات. لذلك احنا كان حظنا حلو قوي في الفتره الاولى اللي احنا ابتدينا فيها صبيان. ايه الفيلم بقى اللي انت ابتديته جامد كده لما ابتديت؟ يعني احنا ابتدينا مثلا كان في بنعمل فيلم كان اياميها ستيف ريفز عامل فيلم ابن سبارتاكوس. واحنا عملنا فيلم مماثل ليه في مصر واشتغلوا فيه نجوم كتير اسمه ابن كليوباترا. ابن كليوباترا ده كان فيه ممثل كبير برضو اسمه مارك دامون. وجي وعملنا واشتغلنا معاه بقى ممثلين الله يرحمه الاستاذ يحيى شاهين، الاستاذ حسن يوسف، الاستاذ شكري سرحان. كان بيحكي حدوته حوادتنا حلوه فكانوا بيجوا الخواجات على الواقع. يعني احنا امريكان انجليز حتى اليابانيين عملوا احداث بتوصف الهرم وبتوصف عظمة مصر. في حدوتة ما زالت اشياء قائمة. أيوة. فما يجي اثرها موجودة على موجود. الحياة واقفة. فاللي بيجي بيحكي حدوتة بيجيب الخواجة يزرعه في وسط البستان دون عشان الكلام اللي يقوله بيبقى واقعي صحيح. طب انت اشتغلت ايه اول فيلم عالمي؟ ولا انت ابتديت شكلك كده عالمي على طول؟ لا انا عالمي ان انا مصري طبعا. لا انا قصدي يعني هم استفادوا منك. انا مش بجاملك على فكره. لا والله يعني مثلا انا بقول لحضرتك كنا بنعمل فيلم الله يرحمه تقريبا اسكندريه نيويورك. وجو قال لك في تكنيك شويه في فرنسا. ففي واد بتاع سبيشال هيجي هيجيب فيكرز معاه هيضرب على الحوائط. يعني حاجات هنستفاد منها اهلا بيه. فجي متطلباته عملناها له كلها وما كانش لينا وجهة نظر إلا اللي يقولوا نعمله. وبعدين يبقى هو يتحمل مسؤولية الحدوتة دي. فبنعمل له مفروض في رد فعل رشاشات من بلكونة على الأرض. فقال لك عايز مواسير كده ويحط فيها الفيوزات. فلما قالوا بارتيه ودورنا الفيوزات دي طلعت زي ما يكون نوافير من الأرض. ما مش طبيعية جدا. فشو قال لك لا اشتغلوا بلدي. انا انت عارفه الله يرحمه اتجنن على رحنا على طول احنا داخلين عاملين الشويه بتوعنا اللي هم يمشوا والصوره حلوه. فمن هنا ابتدى الخواجه يسمع الكلام. يعني انك عارفين صنعتهم. هناك عنده تجربه عنده بروفات كتيره قوي مكلف. مش مكلف هو عايز يعمل سيفت او صوره قبل ما يحط الافيه على الكاميرا يكون عامله خمس ست مرات. انما احنا تصحيني من النوم زي النهارده اجيلك الساعه 2 عشان اسجل وتقولي لي قول. وانا ما نمتش. فاجي بقى اشرب خمسه سته قهوه عشان يطلع الحواديت دي. فهي دي هم احنا على الهوا. المدام اسعاد تعالى هتعمل فيلم اسمه خارج عن القانون عايزين 30 عربيه وعايزين تريلا تكسر مش عارف ايه والتريلا ايه ده. استنى بقى عشان تجربه العماره في واحد من الناس لانها الواحد حضرها او عملها او يعني لا خطيره. احكي لي عملتها ازاي. احنا دلوقتي كريم عبد العزيز بيطارد الناس اللي تسببوا في دخوله السجن فبيعمل عمليات زي انتقاميه للناس اللي ضربوه عشان يوقعهم في بعض الشرير في الشرير في الشرير. احنا بنقول في بداية العمل ده كان في مخرج شاب بطل بيسمع الكلام وعنده استعداد اللي نقوله يحترم خبرتكم طبعا محترم. فجينا ابتدينا نعمل هو كان والله عمل يعني افهين ورا بعضه كانوا جداد جدا. يوم العمارة وتاني يوم الاجانس. وعايزين نوصف انفجار قوة الانفجار في الاجانس من تعليمات المخرج. قال لي عايز
نار ما يقومش منها الانسان ده ابدا. احنا بنتكلم على احمد نادر جلال. احمد نادر بيقول ان انا عايز افكس بيه الارض اللي هو صاحب الاجانس ده. فعايز انفجار يعمل افيه نار يقفل بيها الشاشه. فقلنا ايه رد فعل اللي هيعمل الاحداث دي. فحضرنا انابيب الغاز الصغيره وابتدى كريم في ميزانسيل المخرج ينزل بالعربيه وناكد اللي هيتحط جوه عشان نشوف الافيه اللي بيرفع عربيتين مرسيدس قدام. احنا كمان بنقول امكانيه التكلفه التكلفه والاهتمام بان نعمل الافيه ده مع المنتج او المنتج المنفذ ويوصله لحضرتك ان يوصل 200 او 300 او 400 الف جنيه وتوافقي. فمن هنا هتبقى مسؤوليه على اللي هينفذ. لما نعمل افيه ما نحسش بفلوسه بانت على الشاشه. انما احنا بيبقى فرصه لينا ان يجي مثلا منتج عايز يصرف اللي هو بقى له دلوقتي تقريبا 5-6 سنين في الانعاش مش شايفينه ابدا لكل الحرف. معلش فدخلنا نعمل الافيه ده. لا هي كمان حاجه مهمه عم عباس انه بيتصور مره يموت بعد كده ملهوش. والمره دي ايه الراجل المخرج بيجيب 6-7 كاميرات بيصورها قايم نايم من كل حته هيشوف الافيه. شباك شمال ويمين واحد على كيو واحد. السنتر 2 الستارت بتاع العربيات 3 العربيات 4 اغنيها لكم 1-2-3-4 يلا كلنا مع بعض سمعوني 1-2-3-4 لا الكاميرا 4 داير 2 سبيد اكل يا مرحبا. كانت اياميها شهره للسينمائيين ان يغيروا ويعمل مثلا امكانياته ربع دون. فجت صيحت يعني مثلا عندي افيه قلبت عربيه ادي واحد. عندي افيه انفجار اجانس المرسيدس تقريبا دفعوا 400.5 مليون جنيه عشان يكسروا دون. ومثلا لما عملنا رد الفعل للعماره قلنا لهم يا جماعة هيكون الإزاز اللي في العمارة ده لازم يحصل له حاجة. فأياميها الراجل شديد قوي فطلعنا تقريبا 7 أدوار إزازهم متكسر وتم تعويضه فيها. فهي دي لو شوفوا المشهد إزاي احنا متصورينه من تحت والشقة لما بتنفجر كل ازاز العماره بينفجر معاها وكل ده بالكاميرا بتلقطه نازل تكسير الازاز. لذلك انا بقول لحضرتك احنا اشطر من الهند ومن الامريكان في حاجه واحده في الفوريا. يعني الامريكان عنده صفت شنيع يقعد ياكد كتير قوي على ان الافيه ده. الهند ممكن عنده امكانيه شاشه عميقه ويقدر يصرف ولذلك بيرمي نفسه. احنا يا عيني لا حول ولا قوه ورغم ذلك بيبقى لنا وجود في الهند. يعني الفوريا اللي هي ان احنا نقدر ننفذ الموضوع زي ما بيقول حتى برغم التكلفة اللي هو بيقول عليها عم عباس انه اقل ما يمكن لانه لو احنا المشهد ده اتعمل في فيلم امريكاني معلش سامحني بقى فيها 3-4 مليون يعني لا ده فيلم يعني الافيه فيلم فحنكة عم عباس كمان لانه هو قائد مجموعة كبيرة ازاي يحاول يعمل المشهد في التكلفة المقدور عليها بنفس رد الفعل اللي عايزه المخرج ونفس التأثير اللي بيوصلكوا في مرة واحدة باحتياطات كل يعني واخد كل الاحتياطات اللي حوالين المكان كلها بشر أماكن سيارات شوارع مرور كل ده بيعمل حسابه عشان يعمل الإيفكت اللي انتوا بتشوفوه على الشاشة. في بوليس واقف
على الكوبري بالاتفاق معانا عربيات نجدة واقفة لما يحصل الافكت والانفجار مفيش عربية تقف. يعني السير العربيات اللي قريبة للإفيه هتقف تشوف ايه عربيات على طول الشرطة بتمشي العربيات بعد خمس دقايق اكن شيء لم يكن. بس ابتدينا مثلا احنا من حواري مصر يعني انا من حي شعبي من حي باب الشعريه شفت جميع الحرف داخل الحته بتاعتنا نمره واحد. انتقلت مثلا لاستديو مصر شفت الشخصيات البروتوكوليه كلها مثل مثلا كمال الشيخ صلاح ابو سيف شخصيات وممثلين ولاد بشوات فبهتوا علينا بهتوا علينا الادب والاخلاق وتانيين الكبار بتوعنا بهتوا علينا الصنعه فبقينا كوكتيل محترم صحيح وفاهم هو جاي منين ووصل لحد فين. انت على فكره اللي بيقوله عم عباس ده ملخص المواطن المصري. ايوه بس بمنتهى البساطه يعني. فأنا بقول لحضرتك تجربتنا كانت تجربة فدائية زي ما حضرتك كنت بتنتجي أعمال ليها ثقل. كان تجربتي مثلا مع يوسف شاهين. أيوان دي بقى مهمة دي. كانت تجربتي مع يوسف شاهين منتج وفنان منتج وفنان يجي في الأول يقعد يحسب في الفلوس وأول ما يمسك السكريبت ويعلم عليه نسي الموضوع ونخش بقى على بنشتغل عنده هات لنا 10 مدافع في دعني يا بنابرت نابليون هات 1000 بندقية فرنساوي هات 1000 بندقية هات 1000 سيف كل الأشياء دي بقول يا ريت ترجع الجهات اللي بتعاون على إن احنا نعمل أعمال. كان أياميها الله يرحمه يحسن إليه المشير أبو غزالة ورحنا له بنحكي له الحدوتة فقال له يا يوسف ايه شو ده نابليون فقال له نابليون قال له يا اخي انا بضحك انا عارف قد ايه نابليون فاد مصر في ثقافتها ايه اللي انت عايزه قال له عايز اعمل كذا وكذا روح لا نو لا امريكا هاي قولي بقى أهم مشاهد أنت عملتها مع يوسف شاهين. أهم مشاهد كان بعمل في المصير نور الشريف مفروض عازم الأسرة اللي منهم هاني سلامة بيحب بنته وقاعدين بياكلوا وبنشوف وجهة نظر نور الشريف الوش بيتغير فبنعمل له رد فعل النار اللي ولعت على وشه شعلة كده نأكد ان في حاجة تخليه يبص يعني كتبه بتتحرق بنشد فراح لقى المكتبة بتاعته بتتحرق فنور بيجري انا بقولك على 3 4 افيه في شوط واحد نور بيجري ويخش ويخرج والع انا محضر له الدوبلير جوه اول ما بيخش نور بيروح ويخرج لي الدوبلير والع وهو خارج الدوبلير النطره بتشتغل اول ما يعدي الدوبلير تروح البلكونه واقعه بمفصلات برضو معموله افكت ولعه تقفل شويه كد
والدوبلير ينط في المية وهو والع. انت بتكلم على وان شوت؟ وان شوت وحياة النبي وحياة المصحف. هو جو شهرته ايه اللي ده؟ احنا بناخد الكونتر والفاز بتاع النور جوه رد فعل البتاع وبناخده كاميرات بتصطاده من وشه ومن ظهره واخده لحد ما يروح التلات كاميرات يخش ويخرج لنا الدوبلير يترمي في المية والمطر ينزل يقطع على رزاز المية نازل على النور ويكمل. ده واحد مدرسة الشط ده لوحده مدرسة مدرسة هتشوفوه هنشوفه طبعا. وعلي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ولسه ياما 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 في عمرنا حواديته كتير يعني افهاته كتير. كنا بنعمل ودعنا بنابرت وبنعمل معركة امبابة مفروض في فعل ضارب على الضفة التانية من امبابة بيضرب على مثلا ناحية الزمالك اكتر من 750 عسكري شايلين 750 بندقية. فكان عندنا مشكلة في تعمير البنادق فعملنا ضمن الصفوف العسكرية بنادق فيها 50 ماسورة. الخمسين ماسورة دول معمولة فيوزات والمفاتيح بتاعتها كلها على الماسورة. يمسك المفك ويضرب على الكمانجة دي تطلع 50 افيه في الجو. وبعدين المدفعية بناخد بقى رد فعل المدفعية على المية. وعندنا محافظ الفيوم قاعد بيتفرج على الشغل واحنا عاملين بومبا كيلو ونص بلاك باودر. كان الجيش ليه دور قوي جدا في ده. استاف جاي من الجيش بيشارك في عمل فني بيخصه وبيخص بلده. فعاملين افيه انا حاطط الرصيف التلتوار ده بالفرنساوي حاطه في البومبا وجايب قاع ترعة الفيوم النازل يجي 14 متر تحت والبومبا دين وموصلينه بنشوف فعل المواسير بتاع المدفعية وبيعمل رد فعل البومبا بتنزل الماء فبنضرب والمحافظ قاعد راحت البتاعة دي طلع عاملة راح المحافظ بيرجع راح واقع في الأرض جري عليه راح جو قايل الإفيه الشهير بتاعه على الباك كده مع السلامة احنا في الليلة ده خلاص اوكي يا قد قال له اوكي اشيله بس سيد المحافظ اكتر مشهد خفت بقى بجد قوي وانت بتعمل اكتر مشهد خفته كان قدام الرئيس السابق حسني مبارك كنا بنعمل كاس العالم المصغر وكان ابن مروان كان جون فيه بتاع تحت 18 تقريبا وكانت انوشكا هتغني للمهرجان وعاملين شاشه واخدين سلويت
للمحافة الفرعوني شايلين وحوش عسكريين 8 أفراد 4 ورا 4 قدام شايلين أنوشكا وأنا حاطت إفهات دخان أحمر وألوان عشان يبان دليل الركاب بتاعها وهي جايه. هي خدت السلويت ناس واحدة كده زي ما يكون مرسومة على الشاشة وهي بتلف يا سيدتي وراح الهوا مالي اتنقل الدخان بنار حلاوة حلاوة وانا لطمت ان على مش عارف على 130 محطة بيزيع فالاخت دي كانت متمكنة يعني لو صرخت يعني هتقطع اغنية وتصرخ على الهوا وهي بتلف ربنا كرم راح الهوا طافي وابتدى الدخان تاني ده واحد نمرة اتنين الستارت بتاع الافتتاح بتاع الدورة الرئيس بيقول سنفتتح مش عارف ايه المقدمة اللي بيقولها وانا جايب علب وحاطط في كل علبة 50 جوز حمام 100 هنا ومية هنا ومفروض اول سنفتتح الحفلة روح انا فاتح الحمام افتح الحمام مش عايز يخرج كان عندي ابن دلوقتي مهندس ديكور اسمه عمل عباس راح داخل جوه الصندوق هوب راح الحمام اول ما دليل راح الحمام ده خارج بندفع اكتر فقلت هي حبسة الرئيس قاعد وكان فيه اهتمام الله يرحمه ويحسن اليه الاستاذ ممدوح الليسي وصفوت الشريف التيم اللي محضر نمرة ثلاثة الخيل مفروض بيجر العربيات الفرعوني وعسكريين سيئين ده كل ده في حفلة واحدة في حفلة واحدة أنوشكا بتغني وبعدين مصر فرعنا والبلاد كلها بتشوف الدورة فعندنا نمر فرحنا كبير قوي فلازم نحط الشغل ده كله فجي العساكر بتسوق الخيل مش عايز يمشي انا من بره انزل انزل جر راح العسكريين نازلين من العربيه وراحوا ماسكين الحصينه وجروها وكملنا يا خرابي ده سسبنس عالي قوي يا عم عباس سسبنس ما يحصلش يعني انا بقول لحضرتك عندنا قلت مش لا انا رايح شايف كاس ناشئين ده ولا مش عارف ايه ولا بتاع بقى شوفوني بعد شويه احنا في السيما احسن انا 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 قبل ما اشكر عم عباس بس حبيت اوري لكم ازاي صناعه السينما دي قايمه على حاجه اسمها الباشن على العشق على الحب اكدي عليها كتير دي قوي اهو ده مثال واضح وحي لشخص بقاله سنين العمر كلها قاعد بيخدم في هذه الصناعه تيجي عليه ايام بيضه وايام مش بيضه لكن ولا لحظه ايمانه بيهتز ولا لحظه عشقه بيهتز عم عباس نورتني يا قمر الله يستر معاكي